قلت عليك شنو قالوا مات؟ قلت هو خالف الرباعيات، ايوا الرباعيات كله حكمه، كل ما تسال عليه هو تسمع، هو مجذوب عبد الرحمن، رباعياته تجربه انسان، تاه جاهه زمانه، تبع الصوفيه وين ما كانوا، وصلح يقول بلسانه حكم وعبر بالدليل وبرهان. طبيعي الحال ديوان مهرجان سيدي عبد الرحمن مجذوب للكلمه والحكمه في دورته الرابعه تحت شعار دورة الشفاهي في التلاعب الاجتماعي. ما زال معنا جو جمعيه الاصاله في الطرف الاندلسي برئاسه الفنان الاستاذ سيدي محمد الوالدي ومشاركه الفنان الاستاذ عبد الله الخوبي. بقيه فرجه ممتعه. Oh.
وحسن الوالدي ومساعدة الفنان الرائع سيدي عبد الله الطبي. لهذا نأتي على ختام هذه الصلاة الافتتاحية لمهرجان سيدي عبد الرحمن المسلوب للكلمة والحكمة في دورته الرابعة تحت شعار دور التراث الشفاهي في التلاحم الاجتماعي. برنامج يوم بد شكرا لحضوركم، إلى اللقاء. شكرا أمين لطيفي، شكرا جمهور.